J'étais en Tunisie pour évoquer le problème des flux migratoires. Donc j'étais en Tunisie pour trouver des solutions à la question de l'immigration, l'immigration. En même temps, هنا التوانسة سمحني في الكلمة لا أما ما همش فاهمين إذا كان ما همش فاهمين غلطة تعتبر سياسية عليه أنت كجماعة ككلاس بوليتيك كطبقة سياسية تعملوا في السياسة يلزمكم تعرفوا شنو اللي قاعد يصير أوتور دي فو هكا ولا وخاصة في البلدان هذه المجاورة البلدان هذه اللي فيها خاصة التوانسة إذا كانت تقول لي انفيتي بار حزب شنو اللي يخليه يتم استقباله من رئيس الجمهورية تم استقباله من رئيس الجمهورية ريناه في الأسواق نتاع العبي يدور مع وزير الداخلية تقول لي ما صدعوش النداء البارح شنو اللي صار في الليل البارح عملوا سهرية وهنا اللي فوغوم أكثر من هذا وقت اللي تشوف دي ديبيوتي نواب ويتلهفوا على تصويره مع ساركوزي ويتلهفوا على تصويره ما همش عارفين شكون هو اللي معاه تعرف شكون معاه البارح ساركوزي معاه لي سامبول دي ليكستريم دووات ناس الا معناها الديسكور نتاعها الديسكور نتاع كره للعرب كره للمسلمين ايريك راول رشيد داتي هذوما ناس اسمه سي او تي ايريك سي او تي مثلا ايريك سي او تي توا هو رابورتور في الاسامبلي ناسيونال رابورتور دي كوميسيون على شنو الرابور اللي عم فيه ناتوراليزاسيون ولا ناسيوناليتي فرونسيز اكوردي aux jeunes, aux enfants, معناها nés des parents étrangers mais qui sont nés en France. Elle est étoile de France. Normalement, عندهم nationalité ou le meilleur sur stage نعم, يعملوا déclaration عندهم nationalité française. هو شو يقول؟ يقول مولودين ولا مش مولودين؟ يعني العرب خاطر شكون هما هذيك؟ مولودين مش مولودين؟ انا هذوما ما نعطيهمش nationalité française automatiquement. اذا كان هذوما عملوا des infractions, مخالفات ولا مدري شنو, نحي لهم nationalité. الناس هذيا قاعده توا تعمل في حمله انتخابيه. في فرنسا الحمله الانتخابيه لشنو فما لي زيكسيون ريجونال الانتخابات الجهويه اللي هي مهمه ياسر في فرنسا هذه يتعاركوا عليها الجوش والدغوات انت تونس معناها اسك بالمعقول اسك من المنطقي انك تدخل في الحركه الانتخابيه جاء تو 3-4 ايام قبل ساركوزي جاء البغا دغوا نتاعو ولا هو اسمه استروزي اللي هو الماغ نتاع نيس ولا هو الكونديدا نتاع هذه الدغوات les élections régionales في الباكا الباكا هي السود لا فرانس مارسيل نيس وكذا وقع في حمله انتخابيه كبيره جاء هنا حاب يتصور باش يمشي للتوانسه والجزائريه والمغاربه اللي كرهوه غاديكا بارابور سون ديسكور انا جو سوتيان خاطر التوانسه والجزائريه والمغاربه اليوم عندهم اصوات اليوم ولادنا وبناتنا رجالنا ونسانا اللي عايشين في فرنسا مستائين ما تتصورش معناها وتفرح بيه تفرح بيه انت في اطار ضيق كحزب انت عندك علاقه سي محسن مزوق اعمل معاه قاعده اما انت توحل معناها رئيس جمهوريه اخي رئيس جمهوريه هذاك يمثل خذ الدستور رئيس جمهوريه يمثل الدوله كامله فما حاجه من اثنين اما تقول لي البيجيم في بالوش مشكلته كمان خاطر عنده دي كونسي ما في بالهمش عملوا ساركوزي في 3-4 سنين الاخرانيين شكون سبب خراب ليبيا شكون سبب الخراب في المنطقه ديكلاراسيون نتاع الشخص كان البرومي كونسي نتاع ساركوزي من اصول عربيه وهرب عليه من اصل جزائري البارح شو يقول معناها التو ما فهمتش كيفاش معناها الطبقه السياسيه في تونس معناها تستقبل ما غير ما نقول فلان هذا اللي بيه وعليه وكذا اللي هو اكبر معادي للعرب والمسلمين هو كان وراء سقوط معناها النظام العقيد معمر القذافي وهو كان وراء خراب ليبيا مشاكلنا الامنيه الكل نسبه 90% منين جايه من ليبيا خلي الشيء اللي صاير في ليبيا شكون تسبب فيه مو تسبب فيه ساركوزي السيد هذايا هو تسبب بطريقه مباشره وغير مباشره في مشاكل تونس الامنيه الكل اليوم تستقبلوا بالاحضان داعش اكثر من هذا انت اليوم شكون يحمي فيك تونس على حدودك الغربيه انت فرنسا هاني نعيش في فرنسا انا عندي توا اكثر من 20 عام في فرنسا اخي سامحني فرنسا عطتنا حاجه بلاش فرنسا حتى معناها جايه تحب تبيع لنا طيارات تحب تاخذ فلوس بالمسبق هذه حاجه انت تزاير عطاتك تزاير عطاتك معناها فلوس وعطاتك كذا وتزاير معناها معاونتك تجيب شخص يسب في الجزائر في ارضك للاعلام الفرنساوي انا البارح ما غطاوش برشا غوزمون زياره تاع ساركوزي من ثلاثه ولا اربعه غطاو شنو هو الحاجه اللي عداوها انه ساركوزي يعمل ديكلاراسيون يقول والله هاني جي سوي اون تران دي تروفي دي سوليسيون او بروبليم ميغراتوار معناه الديسكور الا كي بلي كيما نقولوا على الالكتورا فرونسي نتاعو من بعد دخلنا للصحفيين تاع تونس باش يقول والله نو سي جي سوتيان ليتا تونيزيان وكذا ومدري شنو معناها
اخي نحن هذا الكل يعتبرنا اغبياء، مانيش اغبياء تونس، مشكلة تونس انها جات معناها ما بين ليبيا والجزائر نصف النهار نصف النهار ونص في باردو. انا واحد من الناس قطعته، كنت موجود غادي ما حبيش نمشي. من بعد مشى قابل جماعة النداء وعمل، انتم جماعة النداء سمعوا كل في راديونات، انا مثلا ما تسعتين ما ثلاثة سمعت الموزايكا فام جمزة فام، الكل قالوا ساركوزي راهو قال كذا وكذا، والمواقع الاجتماعية الكل بدأت تداول الحكاية وبدأت تقول راهو ساركوزي قال تزاير وتزاير وتزاير، معناها الناس كل سمعت بها. جماعة النداء وقت استقبلوه آخر العشية، هل من معقول حتى واحد معناها يقول له غاديك ليزيدو يغزلوا العينين في العينين ويقول له راهو مش معقول تسبنا الجزائر، راهو مش معقول تمسنا الشقيق؟ وقتاش قالوها؟ تلا قامت القيامه اليوم بكري شويه محسن مرزوق ما عمل بيبليكاسيون في على الباج فيسبوك نتاعو، والله هو ما يقصدش. كيف عليه انت يا خويا عندك حسابات شخصيه ولا اجندا نتاعك شخصيه وتحب توصل، الله يوفقك. في فرنسا توا قلت لكم فما زوز رهانات انتخابية، فما الانتخابات الجهوية اللي هي دونك اليمين، اليمين واليسار لاحمة. انت تونس ماذا بيك كيما سياسة بورقيبة وكيما بن علي بيدو كان يتبع في السياسة هذيك، شنو هي السياسة؟ يا خويا انا ما نخافش لا مع الدروات لا مع الجوش، اصحاب الناس كل انت توا اصحاب عندك علاقة طيبة مع الجوش وهولندا جاب وكذا ومدري شنو، تجي اليوم تختار شق من اليمين اون بلوس، ما اختارش اليمين خاطر اليمين تو في لي سونداج شكون اللي قاعد معناها طالع في اليمين قاعدين يحضروا في لو بريمير بور لي زيكسيون بريزونسييل دون دو زون، شكون اللي طالع؟ ساركوزي هابط هابط شوت ليبر كما يقولوا بالفرنساوية. شكون اللي طالع؟ طالع ان جي بي، ان جي بي شخص معتدل يميني سي فغي لكن معتدل ضد الحكاية هذيا وصديق لتونس ولد جاك شيراك. انت تونس تجي تعمل مشاكل لروحك مع الطبقة السياسية في فرنسا خاطر الفرنسيس شنو شيقول؟ يا وذي النيدي سي البارتي او بوفوار يستقبل في كذا ويستقبل نحن ساركوزي رفضناه في فرنسا وهو معناها يتم استقباله، يعني عملت مشاكل داخلية وخارجية. المشاكل الداخلية فما زوز مشاكل داخلية، أول حاجة اليوم الرأي العام معناها حتى في تونس ماهوش فاهم أنه السيد هذا ساركوزي المعروف في المدة الأخرانية أنه هو مع بيرنا أنري ليفي هو سبب خراب ليبيا، هو سبب الخراب الأمني في المنطقة، وإذا كان تونس متضرة اليوم من الحالة الأمنية متضرة على خاطر ساركوزي. هذا ايش يعمل في تونس؟ هذا الرأي العام في تونس، الناس كنت تقول فيها هذه التونس بالخارج. في فرنسا فما عندك 900,000 تقريبا 800,000، في أوروبا كاملة فما تقريبا مليون. المليون هذا اليوم ماهوش فاهم كيفاش تونس تستقبل معناها بالاحضان شخص عرف بعداء للعرب والمسلمين وخاصه منهم شكون العرب والمسلمين غادي مو تونسيين وجزائريين ومغاربه. المستوى الخارجي اليوم السيد هذايا عمل لنا مشاكل على مستويين، عملنا مشاكل مع الشقيقة الجزائر، عملنا مشكل اليوم تشوف الطبقة السياسية الجزائرية مستاءة للغاية من التصريحات نتاعو، وخاصة ساركوزي يعرفوه ماهوش مستائين منه، مستائين من الاستقبال والترحاب وخاصة التسامح بعض الأحزاب التونسية هذه الحزب النداء مع الخطاب المعادي للجزائر اللي قالوا في ندوة صحفية.